تريد ما تيم يا زول. قتال جماعي شهدته منطقة أم جناح. نشكر كل الإخوة المساهمين والمتبرعين في دعم هذا المجهود. كل الأهل بمنطقة أم جناح حضورنا الآن في هذه الكرنفال، ونسمن جهد الأخ حسن حامد الذي قام بهذه المبادرة ورعايتها إلى أن وصلت إلى هذه النتيجة الباهرة. المستهدفين الذين أحضر المركز 110 طفل، كلهم تم ختانهم إن شاء الله بطريقة سليمة جدا. فنسأل الله يعني يجعل الناس المبادرة بهذا الأمر من الصحفيين والإعلاميين وكل الإخوة الذين ساهموا من أفكارهم وأموالهم، وأن ربنا يجعل لهم في ميزان حسناتهم إن شاء الله. ونشكر كل الإصطاف الذين أتوا إلينا من نيارة، والإصطاف داخل الوحدة الإدارية بجناح الذين ساهموا معنا في ختان الأطفال. نسأل الله أن يكون لنا العون من كل المنظمات العاملة والإنسانية أن تخدم هذه المركز الواسع الجميل إن شاء الله. بجهد كثير من الأصدقاء الزملاء في الصحافة والإعلام، وكذلك المعارف والأصدقاء والمؤسسات الصحية دعمتنا بالأدوية بحمد الله. يعني المبادرة أنا أطلقتها لختان عدد 50 طفل، وارتفع العدد ل 110 من جملة 116 تم إلحاقهم للمبادرة. أنا بدءا أشكر كل الكادر الطبي من بدءا من الوحدة الإدارية أم جناح الإتنادوا لهذا العمل الإنساني، وكذلك أشكر الكادر الطبي الذين أتوا من نيالة للتضامن مع زملائهم في الوحدة الإدارية لتنفيذ هذا المشروع. هذه المبادرة أطلقتها وأعلم جيدا الظروف بتمر بها البلاد وانعكاساتها على الوضع الأسري في كثير من ولايات السودان. معلوم أن جنوب دارفور واحدة من أكبر الولايات التي تأثرت وغالبية سكانها نزحوا، وأنا كصحفي أسرتي واحدة من الأسر التي نزحت إلى مزغط رأسي هي منطقة أم جناح، وكل ما آتي يطالبني الأطفال بالختان. لذلك فكرت بدلا أن أختن أطفالي فقط، فكرت أن أطرح هذا المشروع لأهل الخير والزملاء، والحمد لله كثير وجدنا الكثير من الدعم من جهات مختلفة. أقول شكرا لكل من ساهم في هذا العمل الخيري في كل منطقة. أتمنى أن المجتمع يقود الخدمة. نحن نعلم أن الظروف المعيشية الآن هي ظروف ضاغطة، وهذا المركز الصحي يعني ظل مغلق لأكثر من 6 أشهر. الكادر الطبي يأتي يوميا لهذا المركز، ولكن مع انعدام الدواء لا يستطيع أن يقدم خدمة. أيضا نطلق النداء العاجل لكل المنظمات الإنسانية بأن تدعم هذا المركز، بما أنه هذه المنطقة ما زالت حتى الآن تستضيف الأسر التي فرت من نيالة جراء اندلاع الحرب أبريل، وحتى الآن بعضهم ما غادر المنطقة لكي يعود إلى نيالة. لذلك أدعو كل المنظمات أن تهتم بهذا المركز، وأن نرى قريبا هذا المركز يعمل على مدار 24 ساعة.